عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، نتمنى تكونوا بصحة وبخير. اليوم جيتكم بوصفة بنينة برشا وسهلة برشا، اللي هي كيكة الليمون. باش نعملوها بطريقة مبسطة وراهي روسيت ناجحة 100%. تجيكم الكيكة موالوز وبنينة وفيها القوم تاع القارص ليمون، معناها احنا في تونس نقولوا له القارص. تصلح على الاخر لقهوة العشية والا الفطور الصباح والا الجوتيم تاع الصغار، كيف كيف على الاقل تعطيهم حاجه نظيفه وعاملينها انتم في الدار. جوست قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو. ونتعداو توا المكونات نتاعنا. بالنسبه لكيكه الليمون نتاعنا، باش نعطيكم الاكيال بالكيس هكاك، حتى اللي ما عندوش معناها ميزان يجم يعملها. بالنسبه للفرينه، باش نستحقوا زوز كيسين فرينه، والكيس نتاع الفرينه نتاعي كيس كبير، معناها الكيس يرفع تقريبا 150 غرام، دونك تقريبا 300 غرام فرينه. عليهم كيس زيت نفس الكيسه، باش نستعمل كيس غير 3 حليب نفس الكيس كيف كيف، وكيس معبي بالسكر. وبالنسبه للجوم تاع القارص وزنته تقريبا يعمل 60 غرام، هاوكا 3 كيس معناها، و3 عظمات. وباش نفوح زيت باللاغوم تاع الفاني، والا اذا عندكم تعملوا سكر فانيليا ساشي. خميره جاتو زيت باش نستحقوا 11 غرام خميره جاتو. وباش ناخذ الزيت نتاع كعبه قارص، عندي القارص الاخضر، ما كاينش اللي عنده القارص الاصفر، كيف ما تحبوا ناخذوا الزيت وما ناخذوش القشره هيك البيضاء، جوست القشور هذه الفوقاني معناها. ونتعديو توا طريقه التحضير. اول حاجه باش ناخذ الزيت نتاع كعبه القارص، ديجا غسلتها بالبي هكا، حكيتها بالبي ونظفتها. وتو باش نبدا ناخذ في الزيت، نحطه هو اول حاجه باش بعديكا ينفوزي مع العظم وكل الراب. هذيك ما حبش تسمحيلي، هاني بدلت الراب. دونك كما شفتوا اول حاجه خذيت الزيت بتاع كعبه القارص، والا ما يعادل مغرفه كبيره نتاع الزيت بتاع القارص. تو نتعداو نفقوا العظمات، باش نزيد بالعظمه بالعظمه هكا، نتاكد اللي هما فما حتى وحده حارمه. العظمه الاولى باش نزيد زاد شويه فاني، شويه بركه خاطري بنن هكاكا، بسم الله، باش نخلطهم شويه مع بعضهم. من بعد باش نزيدهم السكر، بسم الله، نبداو نزيدو على الاول السوائل ومن بعد نزيدو الفرينه. باش نزيد الحليب والزيت، ونخلط الخليط بالباهي بالباهي حتى يتجانس. ديجا تبارك الله ريحة القارص طلعت فيه، هذا الكل مازال ما طابش. باش نزيد توا عصير الليمون، ونبدا نزيد في الفرينه. بيان سور نصفيوها قبل ما نزيدوها، زوز كيسان. كيف كيف زاد باش نصفي اللوفيوغ الخميره، باش نخلط كل شيء مع بعضو بالباهي بالباهي. اما راهو ما نسحقوش ان نركضوها معناها بالركاضة وكل، جوست نخلطوهم، نخلطو المكونات الكل. وبالنسبة للسكر، انا عملت الكيل هذا نتاع السكر، راهو اذا تحبوا تزيدوا في السكر تنجمو تزيدوا، يعني توا في المرحلة هذي تنجمو تذوقوها، اذا حسيتوها ناخذ شوية سكر تزيدوا السكر. انا ما نحبش الحق نعمل ياسر سكر. الخلطة نتاعي تخلطت بالباهي والمكونات نتاع الكل تحلو، باش نخليها توا على جنب. ومادة الطبق اللي باش ندخلو للفور، باش نصبلو شوية زيت هكيكا الجاتو نتاعنا ما يلصقش،
ندهنه بالباهي بالباهي ونتبعوا الحروف الكل البلايص الكل ونطلعوه لفوق خاطر في نورمال هو باش يخمر ويطلع. باش نصب الخلطة متاعي بسم الله. وتوا باش نحط الفرن تاعي يسخن على 160 درجة، ما حبش نحطو يخدم ساعة خاطر يعمل ياسر حس، دونك باش ما يقعدش هكا فما صوت خايب في الفيديو. باش نحطو يسخن على 160 درجة، اون فوا يسخن بالباهي بالباهي ندخل الجاتو تاعي يطيب. وعينكم ميزانكم، توا نقولكم انا بالضبط قداش خليتو. المهم ما ندخلوه كان ما يسخن الفرن الباهي، فما شكون يطيبو على 180 درجة، نحبو يطيب في عقله على 160 درجة ويطلع بالباهي وينفش بالباهي. فوالا الكيكه نتاعنا حضرت، حطيتها تقريبا سويعه ودرجين في الفور. طابت تبارك الله وكل. تو باش نغطي عليها نخليها تبرد وما نقصوهاش وهي سخونه خاطرها تتفتفت، نخليها حتى تبرد بالباهي. فما شكون في المرحله هذه يعملها كلاساج ويعملها كسيغو وكالفازيت، انا الحق باش نكتفي بمنظرها هكيكه على خاطر كيفاش نقولكم برشا سكر، دونك نقول خليها هكاكا بقل السكر واحد يستحفظ شويه على صحته كمان. دونك جست نغطيها ونرجع لكم بعد ما تبرد. وان فوا بردت نحيتها من الطبق نتاعها، حطيتها في الصحين تاع البريزونطاسيون وقصيتها دي ترونش هاكا كيما تشوفوا تبارك الله، جات طريه تعمل 66 كيف. وما نحكي لكم شعر الريحه طالعه تفحفح، والقوم تاعها ظاهر على الاخر. انا جادور القوم تاع سيترون كي يبدا ظاهر، ما نحبوش يبدا فاد، معناها الجاتو حسيلو الكيكه جات بينا على الاخر. جربوا الريسيت واعطوني رايكم، انا جي ادوري. نتمنى غوست اليوم تكون عجبتكم، ما تنسيوش تعملوا اشتراك في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو. وملتقانا في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.